السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الأحباء والمتابعين، وأعتذر بشدة عن الغياب في الأسابيع الأخيرة، لكن دائما نعود لكم بالجديد والحصري على هذه القناة كما عودتكم دائما، واللي هي بالمناسبة أول قناة عربية في هذا المجال. موضوع اليوم موضوع مهم جدا، سيفيد كل من لا يمتلك البلوتوث في تلفزيونات تهم أو في أجهزة الاستقبال أو أندرويد بوكس قديمة. الموديلات القديمة التي لا تدعم البلوتوث في هذا الفيديو يمكنكم إحياؤها من جديد وشبكها على سماعاتكم هيدفون، السماعات القصيرة إيربود، على الهوم سينما. يمكنك مشاهدة فيلم معين أو مسلسل معين في ساعة متأخرة من الليل وأنت شابك على السماعات أنت وصديقك، يعني القطعة رائعة. يمكن أن ترسل إشارة لغاية 5 سماعات أو أكثر، القطعة رائعة. وهذه هي البليتس وولف، هذه هي القطعة اللي ستمكننا من عمل هذه الحكاية. نشبك عليها تلفزيون قديم ريسيفر. الطريقة سأريكم إياها في هذا الفيديو. هذا هو الموديل BR4BW من بليتس وولف، وهي ماركة صينية معروفة براند. لا نطل عليكم، من يهم الموضوع لا يذهب بعيدا، ينتظرنا بعد الفاصل. أهلا بكم مرة ثانية. نبدأ أولا بالتعرف على العلبة، واللي هذه بالمناسبة كما تشاهدون هذه العلبة الخاصة بالجهاز بليتس وولف. نتعرف على المحتويات، واللي أولها هذا الكيبل، هو كيبل جاك من ناحية جاك تو جاك. أيضا لدينا كيبل آخر وهو كيبل USB ميكرو USB، وهو خاص بشحن هذه القطع، هو أيضا مرفق. لدينا كيبل آخر اللي هو هذا الكيبل اللي من ناحية الإرسية left and right، ومن جهة أخرى لدينا جيك فيومان، يعني يمكن وضعه كأدابتر في حالة ما لم نكن لدينا أي كيبل جاك. أيضا أخيرا لدينا هذا الكيبل اللي هو بالمناسبة كيبل خاص بالألياف البصرية فايبر أوبتيك، وهذا الكيبل يمكن توصيل التلفزيون، توصيل أي جهاز يضم هذا المنفذ، أيضا هو مرفق. وأخيرا نجمة الحفلة البليتس وولف. إخواني هذه القطعة فيها مواصفات رائعة. أولا هي مستقبل إشارة ومرسل إشارة في نفس الوقت، TX وAIR-X. هذه القطعة إخواني يمكنها إرسال إشارة أو الصوت عن طريق البلوتوث ويستقبلها أكثر من سماعة. تخيلوا بأن تكون الأسرة مجتمعة وتستمع في نفس الوقت عبر سماعات البلوتوث من غير إزعاج الجيران ومن غير إزعاج الأشخاص الآخرين في الغرفة. هذا الجهاز أيضا يعمل كمستقبل بلوتوث، يعني يمكن شبكه على الكمبيوتر وتستقبل به إشارات بلوتوث من أجهزة أخرى تبث بنظام البلوتوث وتعيد الإرسال. هذا شيء جميل جدا. أيضا هذه القطعة تأتي ببطارية مدمجة فئة 600 ميلي أمبير، يمكن شحنها عن طريق كيبل USB سواء عن طريق أدابتر أو عن طريق جهاز تلفزيون أو الريسيفر نفسه. هذه القطعة أيضا تأتي بهذه الأنتينة اللي مداها تقريبا 100 متر مربع، مما يتيح مدى كبير لإشارة البلوتوث، ويمكن استقبال الصوت في الحجرة الثانية وفي الطابق الثاني من غير مشاكل. أيضا القطعة عليها النظام الخامس أو الفيرشن 5 الأخيرة من البلوتوث. بالنسبة للواجهة إخواني تشاهدون أن لدينا هنا زر خاص بالباور، وعن طريق هذا الزر أيضا يمكن شبك أي قطعة بلوتوث بالضغط على هذا الزر لمدة 3 ثواني، ويتم الشبك بطريقة أوتوماتيكية. لدينا أيضا هذا الليد اللي يعطيكم حالة الجهاز، واللي تشاهدون أنه مشغل الآن. وأيضا لديكم منفذ الجاك من هنا، وهنا منفذين إرسية left and right. من خلف الجهاز طبعا كما قلت لكم الأنتنة هذه هي، ولدينا هنا هذا السويتش اللي يمكننا التغيير بين حالة الاستقبال وحالة الإرسال عن طريق هذا الزر. أيضا لدينا هنا منفذ DC باور لشحن الجهاز 5 فولت، وأيضا منفذين المدخل والمخرج بالنسبة للكيبل SPDF، واللي هو كيبل خاص بالألياف البصرية ويعمل مع جميع الأجهزة الخاصة
الصوتيات مثل الهوم سينما وأيضا التلفزيونات التي تدعم هذا المنفذ. إذن هذه هي القطع إخواني، مفيدة جدا لكل شخص فقد البلوتوت أو لديه جهاز قديم، سيعوضه بهذه القطعة الرائعة. لا نطيل عليكم، نطلع فاصل قصير وأريكم طريقة شبكها وحالتنا هذه مع جهاز استقبال الآي ستار. أهلا بكم مرة ثانية. قطعة البلوتوث بليتس وولف يمكن شبكها مع أي جهاز كيف ما كان نوعه، سواء كان جهاز استقبال، تلفزيون قديم، كمبيوتر كما قلت لكم، أي قطعة أو أي جهاز لا يضم نظام بلوتوث أو قطعة بلوتوث. بالنسبة لطريقة شبك القطعة اليوم سنجربها على جهاز الآي ستار A9000. كما تلاحظون نقوم بشبك الكيبل جاك من هذا المنفذ الخاص بالريسيفر إلى القطعة من هذه الناحية. أيضا يمكننا وضع كيبل USB الباور DC باور مباشرة من الجهاز، يعني هذا الجهاز يمكننا طبعا شبكه مع محول كهربائي فئة 5 فولت أو مع أي منفذ USB، يعني أنا في هذه الحالة استعملت منفذ الخاص بالريسيفر. جميل جدا، الآن القطعة جاهزة وستقوم بعمل إرسال للبلوتوث عن طريق الأنتينة اللي تضم هذه البليتس وولف وهي بمسافة 100 متر هذه الأنتينة. إذن نقوم بالضغط على هذا الزر باور لمدة 3 ثواني ليتم تشغيل القطعة. وعلى فكرة هذه القطعة فهي تضم أيضا بطارية مدمجة، يعني يمكن شحن القطعة لوحدها. الآن هذا هو الريسيفر، إذن هو مشبوك على البليتس وولف. سنستعمل في هذا الفيديو هذا السبيكر الخاص، هو نفسه نفس الماركة يعني بليتس وولف، وشرحته في فيديو سابق. ونقوم بتشغيل هذا البليتس وولف ونضعه على البلوتوث بهذه الطريقة، وتم الشبك. بمجرد أنني شغلت البلوتوث بليتس وولف يتم الشبك بصورة أوتوماتيكية من غير تدخل مني، فقط تقربكم بتقريب أي قطعة سبيكر، سماعات، أي قطعة كيف ما كانت يتم توصيلها مباشرة بصورة أوتوماتيكية. الآن هو مشبوك على قطعتنا لمراجعة اليوم. إذن نبدأ على بركة الله، سنجرب مع بعض الصوت كيف يخرج من هذه السماعات كما قلت لكم من الريسيفر مباشرة. إذن نجرب، نذهب مثلا إلى خاصية الميوزك في هذا الريسيفر بهذه الطريقة، ونختار مثلا أغنية معينة لنجرب. نشوف أي أغنية ونسمع الصوت كيف يخرج من هذا السبيكر. إليكم تشاهدون إخواني، الآن الصوت نسمعه في السبيكر وليس في التلفزيون. هذا هو الصوت إخواني، أنا قلت بنفس الصوت عن طريق السبيكر. نفس الطريقة إخواني نقوم بالخروج. هذه العملية سهلة وستساعد العديد منكم، خصوصا اللي يشاهدون أفلام ومسلسلات في منتصف الليل مثلا في ساعة متأخرة ولا يريدون إزعاج باقي الأسرة. يمكنكم استعمال سماعات بلوتوث سواء كانت هذه القصيرة أو الهيدفون، أي واحدة منهم ويتشبك. وهذا البليتس وولف يتم يرسل إشارة لغاية 5 سماعات أو غيره في نفس الوقت، في نفس الوقت. يعني جميل جدا لأنك أنت تسمع وأيضا صديقك أو واحد من الأسرة وتشاهدون مسلسل معين أو فيلم كيف ما كان. إذا نشوف مجرد الصوت الآن من سيرفر IPTV، ونجرب الصوت كما تشاهدون إخواني مثلا هذه القناة. تقع فوهة طمية في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الطائف على مقربة من مركز حفر كشف ومركز أم الدوم. بالنسبة يا إخواني قرب الموقع وداخل واحدة من المظلات العشرة ليس هناك تأخير في الصوت اللي على الجهاز على التلفزيون على السماعة. شايفة كيف المنظر؟ مرة حلو. مقلع طمية أسطورة من الأساطير وواحدة من أهم بالنسبة إخواني لتوصيل القطعة أيضا يمكنكم توصيلها عن طريق
كيبل هذا الكيبل. هناك من لا يمتلك كيبل آخر يمكنه أيضا لديكم هذا الأدابتر اللي رأيتكم في بداية الفيديو. يمكنكم أيضا توصيل التلفزيون إذا كان لا يدعم مثلا البلوتوث عن طريق هذا الكيبل، كيبل ألياف الضوئية أو الكيبل فايبر أوبتيك. وأيضا يمكنكم شبك سماعات أو هوم سينما عن طريق هذا الجهاز. الطريقة سهلة جدا إخواني، القطعة ممتازة، يمكنكم أيضا الحصول عليها من بانجود من الرابط أسفل الفيديو. ستفيد كل من سألني في لايف في المباشر اللي كنت قد وضعته خلال أسبوعين عن ما هو الحل إذا كان التلفزيون لا يضم قطعة بلوتوث أو أي جهاز كيف ما كان. هذه القطعة ستكون يعني كحل رائع بالنسبة للإخوة اللي طلبوا منا هذا الطلب. القطعة ممتازة جدا وتعمل أيضا كريسيفر. في هذه الحالة هي تعمل كمرسل للإشارة، وأيضا يمكنها أن تعمل بطريقة ثانية كما أريتكم في أول الفيديو بأنها تستقبل البلوتوث وتصير بأنها مستقبل ويمكن شبكه على الكمبيوتر. وسنعود لدروس قادمة كي لا أثقل عليكم دروس قادمة بالنسبة لهذه القطعة، وأريكم كيف يمكننا شبكها بطريقة أخرى. إلى هنا أكون قد وصلت لنهاية هذا الفيديو السريع. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو قادم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم اللي لا يمتلكون بلوتوث في أجهزة الاستقبال وأيضا في التلفزيونات. مع السلامة.